نعرض مع بعض برنامج اسمه كولوم ديزاين. ده بيوفر لك الوقت والجهد على اساس ما تقعدش تاخد وقت كتير في التصميم او في ان انت تعمل شيك على التصميم اللي موجود معاك. هو مثل ان هو مجاني وموجود على الاندرويد. فاول حاجه بتدخلها اللي هي الاف سي يو اللي هي مقاومه الخرسانه، هنقول له مثلا 250. وبعد كده هندخل ال اف واي اللي هي جهاز الخضوع للحديد، وبعد كده هندخل قيمة الحمل اللي هو البي التيميت، وبعد كده هندخل عرض العمود، وبعد كده هندخل الفاي بتاعت الحديد الرئيسي والفاي بتاعت الكنت، نقول مثلا 12 8 واقول له ديزاين. مش تطبيق ان هو بيدرس جميع الاحتمالات الممكنه بحيث ان العمود يكون عمود مش حيطه خرسانيه، وكمان لو القطر بتاع الكنات قليل هيديك رساله يقول لك ادخل قيمه صحيحه. والبرنامج الناس جربته ويعني بتشكر فيه.